درويش اكس 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 ال، ما بعرف هيك اسمه بس اوكي. جبت على كراميل وعاده، كان دوق العاده بالاول ليكون باكجينج، ما بيشهي هالقد بس عفوقه ثقيل يعني وزنه منيح. كان شو هذا طيب؟ هيك بيجي بيجي بسكتس جواتهم شوكولا، بسكت البراوني بسكتس يعني بعتقد دسمين البسكتس. كتير طيب. كتير دسم وكتير فيه شوكولا، والكومبينيشن مع بسكوي والشوكولا رهيبة، كأني عم باكل بسكوي وشوكولا على قد. هلا خلينا ندوق الكراميل، حس رح يكون غير بس ما بعرف اذا اطيب او اضرب. ليك كيفو من جوا، ما بعرف شو هيدا، هيدا كراميل هلا ليك كيف بيجي، ليكو هيدا كيف. خلينا ندوق. اول ما كدشته ضرب الكراميل. بس طعم الكراميل كتير قوية فيه، يعني فضلت الشوكولا اكتر، طلع اكتر من ما توقعت. هيدا بحط له 9.5 من 10 وهيدا 8.5 من 10. نسيت لكم ان الواحد حقه 70,000، فانتوا قولوا لي اذا رخيص او غالي، قولوا لي شو رايكم فيه بالكومنتس، ما تستعملوا فولو. باي.